رب. واه ولدي واه ولدي قتلوه عصابة. واه ولدي واه ولدي قتلوه في طوزات عندهم عصابة. واه ولدي واه ولدي واه ولدي واه ولدي كندير فيك ولدي. واه ولدي واه ولدي واه ولدي واه ولدي الشبابي ولدي. حاجة لاباس اخويا عدم لا ازركم بعدا كينا اخويا ما ندي باس معاك. شنو المشكل اللي وقع عندك؟ حكي لينا اخويا قلبك. المشكل اخويا هذا بيطوز الملقب بيطوز في البروج يعني تاغي على مالي البروج كاملين يعني دراري وعيالات وكل شيء يعني يقدر يصيب المراه في الزرقاء يصوتها يقدر يصيب الدري يصوتوا خا يدير لي ابسط حاجه كي تصوت. ولدي بغاه يخدم معاه ولدي ما بغاش يخدم معاه. ولدي انا ميكانيك ما بغاش يخدم معاه. دخل علي تهجم عليه في داره كيما قلتها عند الخوت اخرين تهجم عليه في دارو بجوج الناس هو وواحد سميتو امين كنيتو ما كنعرفهاش الجيران. هذاك جار ولدي امنو باش يحل ولدي الباب. الساعه اللي حل ولدي الباب دخل ضربو بالجنوي حزو الدهن القصر يعني الفيرمات عندو فيرمات راه فيرمات ديالو هو فيرمات خان زمان. ايوا المهم الى اخره بقينا كنتسناو عاد تسلي مرت ولدي مشينا ملي مشينا ما صناش مشينا عند واحد سميتو هادي باش غادي الصوت احسن العوان الله يكون عند نهان هي او كيفاش تخطفو اواه خطفو. قال لي ايه قالت لي مرتو ايه الى نتصل اتصل بعبد الملك. قال لي الدنيا هانيه واش الدنيا هانيه. قال لي الدنيا هانيه صافي ما كاينش. قال لنا سيروا في حالاتكم راه الصباح غادي يجي ولدك راه عباك معاه راه الصباح غادي يجي عندكم. بقينا كنتسناو كنتواصلوا معاه في التليفون صافي يكونوا هانيين يكونوا هانيين. ما كنتواصلوا حتى السبعه وربع جانا تليفون عند راجلي قال لي خذ لابيلاج وسير للقصر جيب ولدك طريق القصر. قال لي بهذه الطريقه بهذه الطريقه بروده بروده سير جيب ولدك. صحاب واحد شي ضرب خفيف مشينا صلى ولدي ميت فرشخ راكم شفتوه قدروا لوحوا الصوره ديال ولدي قدروا لوحوا الصوره ديال ولدي ماشي مشكل لوحوا اللوحه واللوحه هو تبغى مقلب على تصويرته حتى هو اللوحه الملقب بيدوس اللي قاتل ليا ولدي حتى هو المجرم لوحه. والناس كتجاوب على البارح ديال الفيديو هادشي ما كاينش ما علمتوش وما شفتوش وما حسيتوش بيا وما حسيتوش بولدي وما حسيتوش بولادو. ودابا خويا حنا في التهدد اللي تراك لينا العائلة مفتاح راهو مسؤولين عدو العساسة وعدو الناس كي مخدمهم بالفلوس شاريهم بالفلوس. وكنطالبوا بالبوليس في البروج كنطالبوا بالبوليس كنطالبوا بالبوليس كنطالبوا بالبوليس. حاجة غتسمحي لي غادي نعاود ندير نسدر ولدك عنده شي وليدات عنده بنت وعنده ولد خلاهم ساكنين خلاهم. شحال في عمره هو؟ ولدي زايد 1986 واحد واحد يعني مدان ما متولدش. صافي هذا هو اللي كاين اخويا. المهنه ديالته مسكين هو ميكانيزيان ميكانيك وكيصايب ليه هو الطوموبيل راه كيصايب ليه الطوموبيل. كيصوب هذه العلاقه اللي عنده معاه هذه العلاقه اللي عنده معاه يعني ميكانيك. ما عمره كان خدام معاه ما عمره كان ديجا خدام ضرب عامين صافي خرج ما كانش بغا يخدم معاه ولا كيهدو عفا عليه الله صافي. باغي يقتلو يعني ملي ما بغاش يخدم معاه قتلو ها هو قلب عليه تقتلو تحلف عليه تقتلو هو قتلو. المهم هذا هو اللي كان كنطلبوا من السلطه تاخذ لينا حق ولدي كتاخذ ليا بغيت دم ولدي. كنطلب السلطه ومن الحموشي ومن سيدنا كنطلب منهم يعاونوني باش ناخذ البيطار لولدي. بيطوز تاغي بيطوز تاغي بيطوز تاغي هو وحبابه بيطوز ديك المراه راه كنروحوها في وليدها راه غدروها في وليدها ماشي باكين تكتبوا هادشي ما كاينش. والبروش والبروش قابي عليه بيطوز والبروش خاو خاو بيطوزات واخدين عيالات ورجالة بيطوزات واخدين كل شيء. بيطوز تاغي هو وخوته بيطوز تاغي هو وخوته وحبابه كاملين. البروج راه كامل عامر على الساسة ديال بيطوزات وهذا هو اللي كاين اخويا. دابا فين غدفنوه البروج؟ غنديو دابا للبروج هلا بينا واقفة ها هي انا غادي نقول غادي بيجي غادي يعني اش غنقول لك ولدي مشوه ولدي شوه ولدي فرشخو ولدي ماشي موتة تاع رحمة الله. ولدي يكون عندها الكسيدة ونتقبلها ولدي يكون شاه مرض السرطان ونتقبلو ولدي يكون عطاه من فوق حياته ونتقبلها حتى فاش شيخة ما تتقبلهاش. فارس فرس ليا ولدي بيطوز فارس فرس ليا ولدي بيطوز فارس فرس ليا ولدي بيطوز فارس فرس ليا ولدي. وكيفرس من قبل ولدو اصلا مشدود دابا فواتزم على وحده حاش ليها رجليها محكوم ب 10 شهور فواتزم
هما هادي هي حرفتهم في البروش كيقتلوا ويدفنوا. مازال ولدي انا راه عقت بيه مرت ولدي يعني معاه هزو من الفراش، كون ولدي بقى معاه في الخنا ما غاديش نعيق. ولدي انا ولدي غادي يمشي ضحيه. جاو للدار عندكم؟ جاو عندنا للدار. حشمه راه قلت لك جاو للدار جوج، دخلوا عند دخل علي للدار وضربوا بشنوي وشافته مرت ولدي هي باش عاقنا بيه، ولا كان في الزنقه ولا عيط عليه مشى في قهوه ولا في شي حاجه ما غاديش نعيقوا بولدي، ولكن كسبت مرت ولدي داكشي باش عاقنا بيه اخويا. المهم كنطلبوا من السلطات تاخذ لنا حقنا من بيطوس. لا اخويا شكرا لك. هذا الله شوفوا المات كيفاش دايرين، واش لنا خاصنا ولا شنو؟ اكتسب كاين اكتساب وتشريح وبلا تفرشيح بالباس خويا راسي وماشي ولدي انا راه مقدر ما يكلموش واحد ولا جوج، ولدي غادي خمسه باقا كنقولها حتى البارح وحتى خمسه نشوفو وجوههم نعرفهم ما عرفاش سميتو ما عرفاش كلمتو، شي سارح عندو القر شي سارح الغنم ولا واشنو داير ليه شي قابل ليه الدجاج، اش غنعرف انا اش غنعرف بيطوس بيطوس معدي على البروش حسن. بيطوس بيطوس معدي على البروش بيطوس بهاديك الدراري ولاد دراسة لا عيالات لا دريات، والدري كيبليه الساعة اللي كيبليه كيعطي الحشيش فابور وملي يدير لي شي حاجة ولا كاع تدار يصوت دير مو ويصوت مو معاه. رسالة أخرى للمسؤولين الحاج. أنا المسؤولين واقفين معايا الله يسر شي عندك. كنطلب من الحموشي ومحمد السادس يوقفوا معايا ياخذوا لي بيطار ولدي ياخذوا لي ياخذوا لي دم ولدي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.